كيف الشباب؟ اليوم في عنا سيارة جولف 2010، محرك 1.8. المحرك في مشكلة انه عم يحرق زيت، في نقص بالزيت. بقى نحن فكينا المحرك، شلناه من السيارة وعملنا له صيانة. طبعا غيرنا البستونات وعملنا له تجديد الكولاس او الكور. هلا هون بدنا نركب الجنزير. اول شيء راح نركب الكامات، الكام شفتاتها هون، بعدين راح نركب الجنزير، وبعدين راح نركب غطا الصبابات من فوق. طبعا هذا البراغي الى الكولاس هون في إلها عدة خاصة مشان ينفك البرغي ويتركب. بس هلا أنا رحت جبت توركس T55 مثل ما شايفين هون. وراح هلا على الجريندر اعمل له شوي، شيل من هون، يخفف شوي من الحروف اللي له مشان ينزل بالبرغي. فيكن تعملوها لحالكن، يعني بتجيبوا T55 وبتجلخوها شوي بالجلخ، بتخففوا هدول الحروف بحيث انه ينزل هون بالبرغي. هلا انا هون عيرت ايد الشد على 40 نيوتن.
نرجع من عيد، نرجع من عيد عليهم قصة بالتأكيد. مثل ما شايفين شباب، انا هلا هون عملت على هلا اول مرحلة بالشد، رح شد 90 درجة لهون، ورح ارجع تاني مرحلة شد 90 لهون. طبعا هلا بعد ما شدينا اخر مرحلة على 180، هلا رح نركب الكام شفتات وبعدين طبعا رح نركب تايمينج تشين.
مثل ما شايفين هون شباب، هلا نحن في عنا غطا الصباب او الكام شافت كفر. هلا هون مشان عملية التنظيف، مشان نشيل السيليكون الموجود هون، السيليكون القديم. فينا اول شي نستخدم سبراي جاسكت ريموفر، بنحط محل الجوان ونتركه 20 دقيقة. هلا بعد 20 دقيقة هذه المادة بتساعد انه تزيل هذا الجوان القديم، وهون بصير نظيف. فينا نجيب فرشاية او برداخة تكون ناعمة وسط، ونشيل هذه طبقة السيليكون القديمة الموجودة.